for you. قصص نجاح وكفاح يساندهم الاتحاد الأوروبي. مرحبا بكم معنا في EU for you، برنامج كل جمعة يقدم لكم تونسيين وتونسيات أمنوا بقدرتهم على النجاح. ونخلطوا توا الواحد القطار، هي مجموعة من الواحات موجودين بحذا قفصة، والقطار معروفة بالفستق وبالتمور متاعها. دونك حابين نجينا هنا نتلاقاو مع لي زارتيزان اللي تحصلوا على تكوين ونجموا اليوم يخلقوا اون جام كاملة بتاع دي برودوي مربوطة بالمنتوجات متاع المنطقة هذية. نلقاو معنا اون بروميير ارتيزان، كنت عرفنا بروحك. مرحبا بكم، ثريا رويبع من تفعى مشروع انتاج وتثمين التمور. ايا باهي، بالنسبه للمنتوجات انا هاو الدرون راه فيهم قدامي تبارك الله، فما السكر نتاع التمر، فما رب التمر هذا نعرفوه يخلط لنا بالكدا بالكدا، فما نراف التمر بالفستق، فما معجون، فما برشا حاجات نتعرف عليهم بعد. الفكره كانت عام 2020 كمان غلط انه فما برشا منتوجات حلوه ومزيانه برشا ومعروفه بالجوده نتاعها في القطار، لكن التثمين ناقص، البرودكسيون اللي خارجه من هنا ناقصه. دونك حبيتوا يكون وفما منتجات هذوما، علاش تحصلت انت بالضبط؟ اول شيء تثمين التمور، احنا حبينا عندنا تمور برشا نلوحوا فيها، حبينا نثمنوها، حبينا نتعلموا حاجه جديده، عملنا الفورماسيون هذه، تعلمنا برشا حاجات ما كناش نعرفوها. مثلا كنا نعرفوا كان الرب احنا فقط، عندنا كان الرب هذاك هو اللي نعرفوه، ولينا كي جتنا الفورماتريس عملنا حاجات اخرى اللي هما السكر مثلا جديد علينا ما كناش نعرفوه، القهوه زاد. القهوة هذه لازم نحكيوا عليها خاطر بصراحة نشد البرودوي قدامي. قهوة هذه مصنوعة من القلوب نتاع التمر. النواة نتاع التمر. كيفاش بالضبط؟ النواة نتاع التمر نغسلوها بالباهي وننظفوها، وبعد تالي نعملوها في الفور طيب بالباهي، وبعد نروحوها ونغربلوها. والمطعم نتاعها بنين؟ مطعم قهوة بنين، وعندها قيمة غذائية كبيرة برشا برشا زاد، خاصة لمرضى السكر، للمرضى الكلى، برشا حاجات. ما نساوش اللي القهوة الفترة هذه مقطوعة كازيمو من البلاد، على الأقل نجمو نعوضوها بقهوة من عندنا من تونس. وسون كافيين زاد. دي كافيين. قهوة مور إيه. معناها صارت لكم فورماسيون تكنيك باش نجمتوا تنوعوا في المنتوجات، تخلقوا حاجات جديدة ما كنتوش تخلقوا تعملوهم قبل، وبصراحة هذا يوسع في التوزيع نتاعكم. انا يولي فما كليونات جدد ما كانوش يعرفوا المنطقه بالكدا ممكن يوليوا يقبلوا على المنتوجات هذه. اي لا بالكدا، جونا برشا من برا، من تونس ومن خارج تونس زاده، قداش مره يجينا الوفد من فرنسا من المانيا بالباهي، من في تونس زاده شاركنا في معرض وبعنا بالكدا، خاصه البشكوت وبرشا تعرف. السكر نتاع التمر اعز حاجه فيهم، هو الحل برشا مشاكل برشا عباد. دونك نتخيل كي تعملوا دي كونتيتي كبار وكذا، فما الماتريال اللي موجود في الاس ام اس كيف كيف تمشي وتستعملوه، وعلى ذمتكم، هو على ذمه الفلاحين والفلاحات والارتيزان الكل، الحرفيات الكل موجودين في المنطقه. اكيد اكيد نمشوا نستعملوا محلول لينا للناس الكل، اللي عندها كونتيتي كبيره ما ينجمش يخدمها في الدار بطبيعه الحال، نمشوا نخدموها غادي، ونجموا نخدموا كونتيتي كبيره برشا زاده باهي. يلا ونكملوا الدورة متاعنا في القطار. ديجا القطار بحذا جبل عرباطة مزينو اللي هو يعس على الواحة كما نقولوا. توا نتوجهوا لارتيزان أخرى، مجموعة من الارتيزان حرفيات موجودين، أو نخلطوا لهم لهنا. مرحبا بكم وبيك أكثر يعيشك. ألوغ نكتشف ديجا لي برودوي متاعهم، دونك نفس لي برودوي اللي شفناهم بكري. دونك لكن هنا فما دبس التمر، شنو الفرق بين ترب التمر ودبس التمر؟ انا حبيت عندي صديقتي سوريه حبيت نسميه دبس خاطر هما ينادوا له دبس كيما دبس الرمان نتاع دونك السوريين. اي انا مسميتها دبس. ان شاء الله ربي يبارك لنا الكل، صاحباتي الكل زاد ان شاء الله ربي يبارك لهم في مشروعهم. هي الكتار عائله واحده حسب عائله واحده. اي نحب الخير لينا ولغيرنا ان شاء الله. ها وبحذاك شكون تكلمت؟ خلي نتوجهوا لها، ذكرنا بالاسم. سعاد بوشوشه. يا سعاد، احنا نحوسوا في الكتار من بكري ولاحظنا هكا المدينه فارغه شويه، قالوا لنا فما برشا مجموعه من الشباب عندهم عام مشاو حط عيالات عيالات حرقت مش من الشباب برك. فما في 800 هكا؟ اكثر اكثر تصور. اي اكثر. يا لطيف. راك شفتها فرغانه هي البلاد. اي اما انتوما قدرة ربي تخلقوا هالموارد هذوما الجديدة، تخلقوا هالمواطن الشغل الجديدة، هذا مشروع اللي نجم حسب رايك يحير المنطقة؟ بالطبيعة قلت لك نخدموا، ماذا بينا نخدموا نطوروا فيه، خاطر ثم صغار ثم اللي جوني لي انا وقولوا لي حلوا لنا مشروع صغير خلينا نخدموا معاكم، حاجة باهية ياسر فهمتني، ومن الخارج الكل طالبين
من تونس. انا عندي اختي في تونس تقول لي اخدموا وبعثوا. عرفني بالجماعه اللي دايرين بك وشادين تليفونات يصوروا فينا، شكون؟ قول لي شكون. كانت عمتي مرت خونا جات. اي وشكون اسمها؟ والمدام اللي هنا هذيك عمتي، هذيك هذاك رجل عمتي. اي هذا اللي عجبني في البروجي، اللي تحس معناها فريمون دي بروجي عائليين، واللي معناها العائله كامله تقوم بهم باش ينجموا ينجحوا، ولكن كيف كيف يعرفوا بمنطقه القطار ولي برودوي نتاع القطار والتمر سبيسيال نتاع القطار. اي هو راهو في احسن تمر السما تمر القطار بصراحه. علاش فسر لنا علاش مش موافقينك جماعه دوز؟ اي او جايك هاو تنقول لك توا في دوز خطره ماهم مالح، يجي التمر يجي مالح شوي، احنا ما نحلو جيب انا جيت التمر حلو. هايل هايل، احنا نحبوا مناطق تونس الكل. ماذا بينا يخدموا الناس وان شاء الله ما توجد لك تونس كل باهي بصراحه نستعرف. احنا ربنا احنا بالحق راهو ربنا احنا ما شاء الله والله نستعرف. انا بكري ذقت التمر شويه وقعدت باهي، فما طعمه سبيسيال فيه التمر، فما طعمه بنينه هكا عاطي على الكراميل شويه اللي ما نلقاوهاش في التمر. ريت البنة في فينا والله بالحق. وانا فما حاجه ريتها بصراحه اللي ياسر عجبتني، اللي قايمين على لي بروجي هذوما الاكثر هما نساء المنطقه، هما اللي شادين البروجي وهما اللي مقدمين بهم. معناها اليوم تبارك الله هذه حاجه ما تلقاهاش في البلايص الكل. اي صحيح، المراه تتقن الخدمه وتتقنها وتحبها، فهمتني؟ نصور انا رجال مش كيما المراه اكثر في الحركه دي. والمراه في الجنوب تبارك الله عليها ما شاء الله، قايمه بعائلتها وقايمه بالاقتصاد، وما نستناوش اقل من هذا من عند المراه التونسيه كيما نعرفوها. ومراه الجنوب تبارك الله، وانا نشم في الريحه البنينه جايه من بكري تقريبا، اي الرب قاعد يطيب. يا خويا ان شاء الله نرجعوا مره اخرى لهنا ونكتشفوا حتى تطورات اخرين يصيروا في المنطقه، وان شاء الله المره الجايه نلقاو الشباب قاعدين يرجعوا على خاطر نتوما كي تخلقوا مشاريع تخلقوا الامل. كيف كيف راكم تسمعوا في الحس هنا في جو السوق، مشينا للاس ام اس ا دونك الشركه التعاونيه للخدمات الفلاحيه بالقطار، وين باش نلاقيو الفريق نتاعها اللي حكاو لنا عليه برشا بكري النساء، قالوا لنا اللي يعاونوا فيهم اللي فما خدمات يصيروا عندهم هما، واللي التكوين الكل صار عن طريقهم. هنا نجم نقول البيرو نتاع قلب السوق، شنو حوالك؟ الحمد لله، مرحبا بكم. بفضلك. يعيشك. الوغ كان تحكي لنا على جينيرالمون قديش المدة متاع التكوين صارت ديجا؟ وقع تحت إشراف دكتورة من جات من مركز دقاش متخصصة في الميدان، وعملت لهم تكوين لمدة سنة كاملة، ومن بعد على ذوق التكوين هذاك وقع امتحانات ونجحوا وخذوا شهايد وبدوا يمارسوا في النشاط نتاعهم. هذا من عام 2020 حتى كش نتخيل عام اخر 2021، دونك اليوم اللي برودوي موجودين سمعناهم فرحانين اللي مشاو وشاركوا في المعارض عندهم دي برودوي جدد. انا جوست حبيت نسال على نجم نقول الديمومه نتاع المشاريع هذه، اسكو التكوين كان تكوين تقنيه كهو باش علمتوهم دي برودوي جدد وغيره، ولا فما تكوين كيف كيف على الكونتابيليتي على الربح والمربوح ولا لا؟ وقع تكوين كامل شامل تقني ونظري واداري، قاعدين نحاولوا مع الادارات المعنيه والواحد الكل على اساس باش نجلبوا الفلاحه ونرجعوهم، على خاطر في وقت من الاوقات ثم وقع عزوف على الواحه، وتوا قاعدين نحاولوا كيفاش نرجعوا الفلاحه للواحه هذيك، لانه مجال الاستثمار في الفلاحه كبير وكبير 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 باذن الله. معناها راهو مدوم كان الفلاحه في القطار زعما يرجعوا للنخله، ثم عندنا شكون معناها رجع للنخله، يرجع يحمل النخله ويرمي للنخله حجره وترجع له تمره، تعطيه تمره، تعطيه تمره مش ترجع، تعطيه ترزقه، لانه معناها جدودنا كانوا يعيشوا من الواحه من شهر جويليا حتى المارس، وهم ديما ياكل في التمر من النخله ولا من الارض، حتى من الارض يلقطها وياكلها. ايو فور يو، اكتشفوا الفرص اللي وفروهم لكم مشاريع وبرامج الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي على موقع ue-tunisie.org. ونتوجه توا للمجلس المدني للتنمية المستدامة باش نجمو نتعرفوا أكثر على المشروع هذا وكيفاش تم في مدينة القطار المزيانة. كنت عرفنا بنفسك؟ محمد حميد، رئيس المجلس المدني للتنمية المستدامة في القطار. وانتم اللي أشرفتوا على العملية الكل والبروجي اللي صارت في القطار مع الحرفيات في إطار التنمية المستدامة، كيفاش بالضبط بدأت الحكاية؟ والله بدأت الحكاية مع المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية FTDOS. أبيل بروجي
شاركنا بالمشروع هذا اللي سميناه مشروع دعم أسس القطاع الزراعي المستدام بالقطار، يعني لتثمين منتجات الوحيد. وهذا بطبيعة ممول عند الاتحاد الأوروبي. ألوغ نحب نفهم أنا ديجا التنمية المستدامة، دونك الكوتي التنمية سمعنا برشا من عند ليزارتيزان شنو اللي عملوه، كيفاش قاعدين يتطوروا، كيفاش يخلقوا في مواطن شغل صغيره، لكن الديورابيليتي الكوتي المستدام هذا كيفاش بالضبط؟ بون الكوتي المستدام في العمليه هو ان ثم مواد فلاحيه كانت تطيف وهكا ليك اصبحت فيها امكانيه تثمين نتاعها وتصبح ان برودوي بريزابل، معناتها يتشرى ويتباع ويجيب الثمن. مثلا الكنتيشي، تمر الكنتيشي هذا تمر كان يعطوا فيه للحيوانات والطيش واحد ولا علف واحد وكلك، اصبح نخرجوا منه دقيق التمر ولا السكر. هو بصراحه ما تعرفوش الكنتيشي صغير هكا بالكل ويابس، صغير ويابس واحد وكلك، توا اصبح نخرجوا منه سكر التمر. اي وشو سكر طبيعي واحد وكلك، وثم العلف نتاع التمر كان يطيش واحد وكلك، وحتى ساعات حتى الحيوانات ما تاكلهاش ولا يتغسل ويتشيح وتقع الطوريفاكسيون تاعه ونخرجوا منه قهوة بدون كافيين. هذا النوايو نتاع التمر، نوا نتاع التمر اصبح نخرجوا منه القهوة، وقهوة بريزابل ومعناتها خارقة للعادة وعاجبة للعباد وعندها مطعم سبيسيال على الاخر. هذه حاجة مزيانة برشا وباهية، وخاصة في نجم نقول انا منظومة وحية عندها هالكوتيل المستدام وهالاقتصاد الدائري مهم برشا برشا. واللي يعرف شوية قصة القطار وقصة الواحة يعرف كيف كيف اللي قامت على الفقراء وقامت على العيون الأولانيين وعلى التعاون في حد ذاته. وكذلك احنا ورثنا على أجدادنا معناتها التعاون والخدمة الجماعية واحد كليكا. وأكثر مثال حي عندنا اليوم هو المكايل، كيفاش خلقوها هم بطريقة جماعية وخلقوا خرجوا الماء وخلقوا به الواحة. معناها المكايل راهو هذوما كما تقول كانهم بيار واحد بعيد على الآخر، يربطوهم ببعضهم باش الماء يهبط يمشي بشوية بشوية يتعدى للمدينة يسقي العباد ويمشي للواحة يسقي الواحة. هذايا عملوه أجدادكم، معناتها إلى حد الآن احنا ما ناش قادرين نفسروها كيفاش حفروا في قاع الأرض ويوصلوا ما بين مكولة ومكولة والصف كامل متاع العين يوصل حتى لعشرين ثلاثين مكولة مربوطين ببعضهم تحت الأرض. وهذا عام قديش تقريباً؟ هذا يعني حوالي أكثر من 150 سنة. لا لازير ولا حفارات مودرن ولا غيره، التعاون. هي المجلس هو اللي خلق الاس ام اس ا، دونك السوسيتي ميتوال اللي تشرف دونك على الفلاحات هذوما وعلى الحرفيات وعلى القطاع. دونك عندكم الماتريال الكل حطيتوه في اطار الاس ام اس ا، معناتها موجود في الاس ام اس ا باش ينجموا الحرفيات الكل يستعملوه. صحيح، التجهيزات الجماعيه هذه اللي تكونوا فيها تكوين وانتاج، مدة التكوين الكل على ما يقارب العام او عام اكثر من عام، هذه كلها تعطت للاس ام اس ا الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية على اساس للاستعمال الجماعي. معناتها الناس الكل تنجم تستعملها. للمنخرطات كلها اللي هم دايور كلهم منخرطات في الاس ام اس ا وكلهم عند الحاجة تمشي تستعمل الماتريال الواحد. وهذا الكل تم، معناها ال 12 تقريبا حرفية والتكوين هذا الكل والتأطير والماكينات اللي موجودة في الاس ام اس ا والماكينات اللي موجودة في الديار تقريبا 126 ألف دينار أكهو. دونك نتخيلوا افيك دي فون أكبر شنو نجموا نعملوا في القطار وفي كيما القطار وفي واحات مزيانة كيما الواحات هذه. EU for you، قصص نجاح وكفاح يسندهم الاتحاد الأوروبي. اكتشفوا الفرص اللي وفروهم لكم مشاريع وبرامج الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي على موقع ue-tunisie.org.